السلام عليكم، معاكم عبد الجواد. ان شاء الله النهارده هنعرف ازاي نجيب الفول تكست للبيبرز اللي معانا، تمام؟ يعني ازاي اجيب الفول تكست بتاعتها. اول حاجه احنا هنمشي على 4 خطوات. الخطوه الاولانيه ان احنا هنحاول نجيب الفول تكست من ساي هاب عن طريق الدي او اي. هعرفكم دلوقتي ايه هو الدي او اي، او عن طريق جوجل من التايتل بتاع البيبر، او من ريسيرش جيت، او انت تتكلم من الاسر، تمام؟ الناس اللي الفوا الستايل دي. فاحنا دلوقتي هنبدا الاول بس نعرف ايه هو دي او اي وازاي بجيبه. مثلا عندي هنا مثلا في هذا شيت الفول تكست سكريننج، اللي هو خلاص الحاجات اللي انكلود من التايتل الابستراكت. هتلاقينا مثلا في هنا عمود اهوت اسمه دي او اي اور يو ار ال. فمثلا هنا دوت في الاستادي موجود في هنا اليو ار ال، بينما هنا في الاستادي ديت موجود الدي او اي اللي هو بيكون في الصوره دي، تمام؟ برضو ممكن هنا مثلا افتح باب ميد، وادور في اي استادي جوه علشان اعرف ازاي بجيب الدي او اي من خلال اي بيبر موجوده مثلا على باب ميد. مثلا في الاستادي ديت ادي الدي او اي بتاعنا، تمام؟ في الاستادي ديت ادي الدي او اي بتاعنا، باخد بس الكلمه دي ما باخدش كلمه دي او اي نفسها. لو مثلا دخلت في الاستادي نفسها من جوه هلاقي الدي او اي اهو، تمام؟ ايه قصة ساي هاب؟ ان انا مثلا اهو افتح هنا موقع اسمه ساي هاب، موقع روسي يجيب البيبر مجانا. اخد ديت، اخدها كوبي، داخل حاطط بيست، اروح دايس اوبن، هيطلع لي اللينك اللي هو خلاص بحمل منه، اروح حافظها مثلا في اي حتة وادوس سيف وادوس اوبن. بس كده خلاص البيبر خلاص كده حملتها، ده كان تقريبا المانسكريبت بتاعها بس، تمام؟ طيب دلوقتي هفتح ساي هاب تاني وابدا بقى اشتغل على الشيت اللي معايا دوت، واحاول اجيب مثلا كام ستادي كده كتجربه. فمثلا دلوقتي اهوت اول ستادي معايا، دخلت خدت الدي او اي بتاعها كوبي بيست ساي هاب. لما جيت دخلت قال لي تحملها، قلت له هقول له ماشي، بس انا نظرا لانها اصلا في شيت اكسل علشان ما تهش بعد كده في العنوان، فهحاول احفظها بالرقم بتاعها. لو مثلا في هنا على الشمال كلمه اسمها اي دي، احفظها بالاي دي بتاعها. لو ما فيش اي دي احفظها برقم الصف بتاعها في الاكسل، تمام؟ عشان ما تهش بس بعد كده. فانا هحفظها رقم 31، ادوس سيف، ستارت داونلود، خلاص ماشي. مثلا دلوقتي هو عايز اخد دي واي تاني واحطه في صيهب. مش لازم كل مره افتح من هنا واجيب الصيهب، ممكن ادوس على ديت على كلمه سايهاب بنفسها فيفتح لي اللينك بتاعها، واروح دايس بيس فاتح عادي خالص، تمام؟ دي انا خلاص عملتها قبل كده. بس طيب نجرب واحده ثالثه، نجرب دي. كده لحد دلوقتي كله نفع مع سايهاب، وغالبا يعني كله هينفع ان شاء الله مع سايهاب. يعني هو غالبا بينفع بس مش دايما. فانا مثلا دلوقتي هفتح ديت على سايهاب، المفروض ساي هاب يجيب لي البي دي اف بتاعها على طول، بس في الحاله ديت ما دخلنيش على البي دي اف بتاعها على طول، لا دخلني على موقع الجورنال. هنا موقع الجورنال بيقول لي انا دخلت على جورنال كتير، فبيقول لي دخل الكود دوت عشان تكمل، عشان يتاكد ان انا مش روبوت ولا حاجه. دخله عادي خالص، واروح دايس كونتينيو، ماشي. دخلنا دلوقتي على الارتكل اللي في الجورنال نفسها، هو الجورنال السعودي. هنزل احاول ادور فيها على اي حته حابب منها البي دي اف، ادي هو داونلود ارتكل بي دي اف، دايس عليها، كليك هير تو داونلود، خلاص هدوس عليه اهوت اللينك بتاع البي دي اف، خلاص ممكن ادوس انا ستارت داونلود واحمله وخلاص، ماشي. طيب دلوقتي نجرب في واحده ثالثه، يكون مثلا ننزل هنا تحت شويه، ناخد دي كوبي. احنا ده كله لسه في ساي هاب تقريبا، بيست. ده من موقع تقيل كده وما جابها له، يعني ما حملش على طول، يبقى معنى كده ان في الموضوع ان يا اما هيدخلني على الجورنال، يا اما مش هيدخلني في اي حته، يعني هيقول لي ان هي فيلد مثلا او نو ارتكل فاوند وهكذا، تمام؟ احنا ده كله هنا لسه ساي هاب، خلاص كده ساي هاب فيلد في الموضوع الاول، فيلد ان هو يجيب الارتكل دي. فهبدا ادور على جوجل، مش هدور بقى على جوجل بالدي او اي، لا هدور عليها بالتايتل بتاع الاستاد الفلانيه. اخدها هنا كوبي وادور على جوجل العادي، تمام؟ ممكن افتح جوجل يعني اللي هو من هنا عادي، وبعد كده ادخل في الشريط دوت، او ممكن ادوس عليه من فوق، اكتب هنا من فوق.
فانا كده خلاص اللينك التايتل بتاعه هو لقيت الحمد لله 5 مواقع بيتكلموا عنه. لو دخلت على ديت اللي هو اس ام جي ده تقريبا ده كده بتاع جورنال، فده كده هيدخلني على الجورنال بتاع الستايل دي. هدخل لو ما عرفتش، يعني لو ما عرفتش اجيبه من دوت جرب التاني، لو ما عرفتش اجيبه من التاني جرب التالت، لو ما عرفتش اجيبه من التالت جرب الرابع وهكذا خامس لحد ما ربنا يفرجها واحد يطلع. لو ما طلعش ابدا ادور في ريسيرش جيت، لو ما طلعش اكلم الوظيفه. بس بياخد فترة عقبال ما يحمل. جابها لي من موقع الجورنال نفسها اللي هو المجلة الطبية السعودية، مجلة عربية. هيقول كله لسه الصليب بيتحمل، المفروض اتحمل هنا. ادي الصليب الاستراكت بتاعها، وادي اللي هو الانترودكشن والميثودز والريزلتس وكل حاجة تمام. عايز احملها بصورة بي دي اف. لو جيت هنا من كده مفيش مكان، هدوس عليها عشان يحمل بي دي اف تمام. هو في حل، يعني انا ممكن اعمل لها السكريننج من ورا هنا بره اشوف هل هي معايا ولا مش معايا. انا يعني خلاص هو الفول تكست قدامي تمام. ممكن ادوس عليها مثلا كليك يمين وبرنت، وادي هنا الديستنيشن بتاعي اخليه سيف اس بي دي اف، اروح داي سيف تمام. فمثلا هنا ديسكتوب سيف، اطلع الديسكتوب بره. اي نعم جاب لي الحته اللي في الشمال دي، بس جاب لي يعني الاستادي تمام. بس طيب ممكن مثلا اجرب لينك تاني، اجرب ده برضه هنا من نفس الجورنال. اجرب المكتبه المركزيه بتاع بابمد. بابمد سنترال الحمد لله طلعت لي كل حاجه، ودوت الفول تكست والدنيا تمام. وفي اهوت على اليمين كلمه بي دي اف احمل من خلالها. بس كده اقدر احمل الاستايل تمام. طيب نجرب واحده كمان. احنا كده خلاص، احنا كده دلوقتي جربنا ساي هاب وجربنا جوجل. طيب نجرب الاستايل دي. هتيجي تقف عندها الاستايل ما فيهاش دي واي، ما فيهاش مكان اصلا، ما فيش اصلا دي واي. فبالتالي انت كده خلاص عندك الاختيار بتاع ساي هاب ده كده خلاص في اوريدي. طيب كده ابدا ادور عنها بالتايتل في جوجل. هذا هو تاخد عنها كوبي، ادور في تايتل في جوجل الارنس مضاز لانج بريفيوجن سي تي وهكذا بقى للاخر. تدور تحت تحت تحت، مفيش كل العناوين كلها ما بتتكلمش عن كلمة ضاز، ما بتبدأش في ضاز لانج بريفيوجن وهكذا. فبالتالي عندي جوجل نفسه فين، جوجل معلهوش العنوان ده تمام. فابدأ ادور في ريسيرش جيت. اي نعم جوجل ممكن يشمل ريسيرش جيت، بس ريسيرش جيت ممكن ما تكونش الارتكل ديت اندكسد في جوجل تمام، ما اعرفش ازاي بس ممكن. فهفتح مثلا هنا موقع ريسيرش جيت، ريسيرش جيت دوت نت، وراح كاتب هنا فوق العنوان اللي انا عايزه تمام. ودايس بس طلع هوت اول ريزلت، بس الفول تكست بتاعه مش موجود تمام. مثلا دي مثلا واحد زي ديت دي مش تبعنا، بس واحده زي ديت ادي هوت الفول تكست بتاعها موجود، فول تكست افيلبل، ممكن ندوس هنا داونلود. بس هنا في الحاله ديت حتى على ريسيرش جيت ما لقيتش الفول تكست، فهدخل وادوس على ريكويست تكست ريكويست فول تكست تمام. في الحاله ديت انا اوريدي فعلا عملت له ريكويست، فانا هدخل مثلا على الارتكل اللي تحتيها ديت مثلا يعني هي مش معانا، علشان اجرب قصه الريكويست ديت عامل ايه. احنا دلوقتي خلاص دخلنا في كلمه كونتاكت اوثر، ودايس كلمه ريكويست فول تكست. الرساله ديت هي بتطلع، واروح دايس سند تمام. انا مش عايز ابعت رساله ولا عايز حتى اطلبها ولا اي حاجه. بس كده خلاص كلمنا الاسر، بس الاسر غالبا مش هرد عليك في ريسيرش جيت، لان معظمهم ما بيكونش عنده ايميل اصلا في ريسيرش جيت، وحتى اللي عنده ايميل في ريسيرش جيت ما بيفتحوش كتير. فانت لازم تدخل تدور على الاسر نفسه، يعني مثلا ادي هو ده الاسر، تدخل تدور عليه على جوجل او على جوجل سكولر، وتقدر تجيب من خلاله الايميل بتاعه وتكلمه انت من الايميل بتاعك بتاع الجامعه عشان يقدر يرد عليك تمام، لانه اكيد هيتابع الايميل اكتر ما يتابع ريسيرش جيت. طيب مثلا نجرب الاستايل دي كوبي، وروح ساي هاب.
هدخل الـ UI بتاعها وادوس open. دخلني على المجلة بتاعها، حولني على المجلة على طول. بس هنا المجلة ايراني والكلام اهوت ايراني زي ما انتم شايفين. ولو دوست هنا اهوت فيه اهوت لينك اهوت تحميل PDF، بس هيحمل النسخة الايراني. انا عايز احمل النسخة الانجليزي لو موجودة، تمام؟ فهدخل هنا واخد التايتل بتاعها كوبي، هعتبر يعني ان ساي هاب فشل، وادخل على جوجل وادور على بالتايتل. لقيت هوت اول لينك عندي متاح في جوجل هو ريسيرش جيت. هو اصلا مفيش اي حاجه تانية غير ريسيرش جيت موجود، فادوس عليها. موجوده الدنيا تمام، والابستراكت هو بالانجليزي كويس والدنيا حلوه. خلاص كده هطلب الفول تكست بتاع دوت اللي هو المفروض انجليزي. ممكن هم يردوا عليك بالفول تكست الايراني، يعني هو بس يكون الابستراكت المترجم. ممكن تكون القصه دي كلها مترجمه، لو القصه دي كلها مترجمه هبعتها لك انجليزي، لو مش مترجمه هبعتها لك ايراني. لو ايراني خلاص يعني خدها وما تعملش بيها حاجه، هي كده خلاص اكسكلودد من الفول تكست سكريننج، لان انت عندك انت هنا بتقبل بس الحاجات الانجليزي، تمام؟ الا بقى لو انت مثلا شغال على انجليزي وايراني براحتك، تمام؟ هنجرب مثلا دلوقتي دي وحطها في ريسيرش جيت مباشره، تمام؟ يعني هتجاهل خطوه جوجل وهتضيها، هتجاهل ساي هاب، ادخل على طول على ريسيرش جيت، هحط هنا التايتل فوق هلاقي البحث طلعت. طلعت كمان هي متاحه ان هي فول تكست افيلبل. بمجرد ما هتدخل عليها وهتفتح والصفحه خلاص تكتمل تحميلها، هو هيطلع لك البي دي اف، هينط كده مره واحده ويقول لك تحملني، تقول له بس هتدوس هنا اوكي خلاص تمام. وحتى لو ما طلعش ممكن ادوس داونلود بس. فانا كده دلوقتي عندي الخطوات اللي انا بمشي عليها، ان انا اول حاجه بشوف الدي او اي، هل في اصلا دي او اي ولا لا. في دي او اي بدخل اجيبه من سايهاب، فشل او مفيش اصلا دي او اي بدخل اجيب التايتل من جوجل، فشل بدخل على ريسيرش جيت ادور، فشل بكلم الاوثر اللي هو بطلب الفول تكست. ممكن احيانا حتى كمان تدخلها على ريسيرش جيت وما تلاقيهاش حتى على ريسيرش جيت. ليكن مثلا تعالوا نجرب دي الاول بس، هنا ليها اي دي او اي؟ ملهاش دي او اي، فيها هو دي او اي. بس غالبا الدي او اي دوت مش هيفتح، مش هيفتح، تمام. طيب فيها اصلا يو ار ال ممكن اخده كده كله على بعضه كوبي واحطه هنا فوق. هي قصة أصلا أنت تجيب الفول تكست بتاع حاجة هي عبارة عن إن أنت بتبحث عادي، يعني كأنك مثلا في لعبة عايز تحملها فبتدور عليها، فبتشوف كل الطرق الممكنة فبتعمل كل حاجة، تمام. فأنت لو في بيبر معينة أنت مستميت عليها بتدور في كل حتة لحد ما في الآخر ما تلاقيهاش خالص. أنا مثلا دلوقتي وأنا فتحت اليو ار ال وكل حاجة، طلع لي كوكرين بس ما طلعليش الفول تكست بتاعتها، فيبقى كده مش موجودة حتى من اليو ار ال ولا موجودة كده من الدي او اي. طيب أنا كده هعمل إيه؟ أدخل على جوجل ادور على التايتل بتاعها في جوجل، هاخد البروف الاكسس نوزي اند فوميتنج. جوجل نفسه ما لهوش اي حاجه اسمها كده، في بريفنشن ماشي، بس احنا هنا بتاعنا بتاعتنا بروف الاكسس. هتنزل هتنزل مش هتلاقي. طيب ندخل على ريسيرش جيت ساينس ريسيرش جيت، في ريسيرش جيت بروفلاكسس اوف نوزيا اند فوميتنج دخلت وما لقيتهاش حتى، تمام. يعني حتى مش موجوده في ريسيرش جيت. الاستاذ دي اتنشرت ازاي مش عارف. طيب هل كده نفقد الامل؟ لا، ممكن يكون اصلا الاستاذ نفسها التايتل بتاعها اتغير. يعني هي كانت موجوده بتايتل، هو ده التايتل اللي احنا خدناه وعملنا على اساس السكريننج، بس التايتل بتاعها اتغير. فانا باخد قطعه من الابستراكت واحطها في جوجل وادور عنها، بس هنا كمان ما عنديش الابستراكت. فانا كده دلوقتي ما قداميش غير ديت، يعني هنا كل حاجه ورا شبه كل حاجه هنا ورا، هو بس تقريبا بروفيلاكسس مختلفه هنا وهنا بريفنشن مختلفه. فهو كده غالبا اللينك نفسه اتغير، التايتل نفسه اتغير. بس زياده للتاكيد هدخل هنا احط اليو ار ال بتاعي هنا، اقارن ما بين ديت المؤلفين ودي المؤلفين، تمام. هي هي نفس المؤلفين، 2003 جون، 2002، 2001 كمان، بس ده تاريخ اضافتها هنا
طيب ندور على حاجة تانية مثلا، السورس بتاعها بريتش جورنال اوف انستيجيا، دي هتبقى الحاجة الحاسمة يعني. ندخل اشوفه هل هي من هنا ولا لا. بريتش جورنال اوف انستيجيا جون 2003، يبقى هي دي هي دي اللي معانا، على الرغم ان التايتل بتاعها مختلف بس هي نفس الاستوديو. تمام. بس وعلى فكرة لما جينا بحثنا في جوجل كلهم طلعوا بريفنشن اوف بوست اوبريتيف. تمام. بس كده يبقى كده خلاص عرفنا ازاي بنجيب الفول تكست. وعامة الفول تكست ده عبارة بس ان انت بتدور على قد ما تقدر بس. تمام. ممكن بقى تدخل لموقع الجورنال نفسه وتدور فيه من جوه وتلاقي تلاقيها غير متاحة. تمام. ساعتها كده خلاص انت كده فقدت الامل يعني، الاستادي مش موجودة في اي حتة، زي مثلا الاستادي الايرانية ديت لو ما لقيناهاش اي نسخة خلاص يبقى اكسكلودد. لو مثلا لقينا الاستادي اصلا ما لقيناهاش خالص في اي حته، ولا حتى على ريسيرش جيت ولا في اي حته، ولا بالتايتل بتاعها ولا بالابستراكت بتاعها، يبقى الاستادي خلاص اكسكلودد، مفيش فول تكست افيلبل غير من الجورنال، والجورنال نفسه طالب منك ان انت تشتريه وانت ما معكش فلوس، فخلاص تقول له لا انا مش هشتريها، فيبقى خلاص انت هتكتب نوت افيلبل عندك في البريزم بس. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.